ورجعوا إلى تلك الكلية فصل فيها الزميلات والزملاء والنقباء وجمعية هيئات المحامين. كما قلنا في بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأننا فاتحين باب الحوار، نحن في انتظار أي مقترحات جدية لتجاوز هذه الأزمة التي ليست في مصلحة أي طرف. وبوادر هذه الحلول مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما زال في وضعية انعقاد، ونحن منفتحين على جميع الاقتراحات الجادة لتجاوز هذه الأزمة التي نعتبرها عابرة وسيتم تجاوزها. لا يمكنني أن أتحدث إلا عن دائرة محكمة الاستئناف بالرباط أي هيئة المحامين بالرباط، أسجل أنه لم يتم أي اقتحام يومها ولا البارحة. لم نحتج لأنه في القانون طوارئ أو الجواز الصحي لم كان هناك استثناءات تتعلق بسير المرافق الحيوية. اعتبرنا بأن مرفق تدبير العدالة هو مرفق أو المحاكم المغربية هي مرفق حيوي لا يمكن أن تخضع كما لم تخضع مرفق الصحة ومرفق التعليم لهذا الجواز.